داخل جدران سجن في جنوب أفريقيا، لم يجد المحامي الشاب من الهند أي سبب ليتذمر. يقول البعض إن السجن قصر، ويعتبره آخرون حديقة جميلة، لكن آخرين يؤمنون بأنه عبر بوابات السجون ننتقل من عبوديتنا الحاضرة إلى الحرية. كانت سنة 1907، والمحامي الشاب من الهند كان مهندس غاندي. قاد غاندي مواطنيه الهنود في نضال لا عنف ضد القمع العنصري لمدة 8 سنوات. تظاهروا نحو الأرض الممنوعة وأحرقوا أوراق تسجيلهم. توقعوا أن يعتقلوا، ولم يخب ظنهم. قال غاندي إن الرفض اللاعنفي للتعاون مع الظلم هو السبيل للتغلب عليه. لقد أطلق اسماً على سلاح اللاعنف، ساتياغرا، التمسك بالحقيقة. في كل عقد وفي كل قارة اعتمد ضحايا الاضطهاد استراتيجية غاندي ليناضلوا من أجل حقوقهم وحريتهم. العنف يعني الرد والمواجهة، لكن بأسلحة أخرى. القوة التي اكتشفها غاندي غيرت القرن العشرين. كان الجو مناسباً للإضراب. قبل 6 صباحاً بدأنا توزيع المناشير. كان يمكن أن يوقفونا وأن يعتقلونا في أي لحظة، لذلك كان من البديهي أن نخاف. كان العمال في موقع لينين لبناء السفن في غادنسك غاضبين كفاية ليضربوا، غاضبين من زيادة الأسعار وتسريح أحد زملائهم المحبوبين، لكن قليلين فقط أدركوا أن إضرابهم كان سيضعهم في مواجهة قوة الحكومة الشيوعية الهائلة في بولندا. بدأ الناس يصرخون: افتحوا البوابة، سننزل إلى المدينة، إلى مقر الحزب الشيوعي. عندها عرفنا أن علينا أن نبدأ بإنشاد النشيد الوطني، فمن شأنه أن يهدئ الناس. ولم نكن سنعيد ارتكاب غلطة سنة 1970 عندما داستنا الدبابات. كان كل عامل في بولندا يعرف ما حصل في كانون الأول ديسمبر من سنة 1970. غادر المضربون حوض السفن وتظاهروا نحو مقر الحزب الشيوعي. لقي 6 منهم حتفهم وجرح 300. وتعلموا أن لا فائدة من مواجهة الجنود المسلحين في الشارع. من بينهم كان هناك فني كهربائي في 27 واسمه ليخ فاليسا. كان قد طرد لمشاركته في إحدى النقابات سنة 76، لكنه سنة 80 عاد ليساعد على تنظيم الإضراب. خلال السنوات 10 منذ 1970 حين كنت قائداً في حوض السفن نفسه، كنت أفكر أين أخطأنا، ولو أعطاني القدر فرصة لأصبح قائداً مرة ثانية لفعلت ذلك. هذه المرة كان فاليسا وقادة آخرون للإضراب قد وضعوا خطة محكمة. كان فاليسا مشهوراً ومحبوباً من كثيرين في حوض السفن، وقد أعلن ما يلي: سنحتل حوض السفن هذا، وأنا سأكون آخر من يغادر. كان إضرابهم بعيداً كل البعد عن العنف، ولم يكن للحكومة أي حجة لتشرع في إطلاق النار.
احتلت لجنة الإضراب كافيتيريا في قسم فاليسا القديم. كانت الخطوة الأولى تقضي بالتأكد من أن النظام لن يقمع أخبار الإضراب. فاتصلت ألينا بيانكوفسكا وهي الممرضة في حوض السفن بياتشيك كورون في لجنة الدفاع عن العمال في وارسو، وكان يفترض به نقل الأخبار إلى إذاعة أوروبا الحرة والبي بي سي. بفضل ذلك استطاع العالم أن يعرف أخبارنا، ليس فقط العالم بل أيضاً عائلات العمال في حوض السفن في غادانسك التي عرفت عندها لما لم يعد الأزواج أو الأباء أو الأبناء إلى منازلهم في الوقت المعتاد. ذلك الاتصال جعل الناس منظمين في مدينة غادانسك. صباح الجمعة توسع مدى الإضراب، توقف النقل العام وأقفل المرفأ، وأعلن 22 مصنعاً الإضراب، فبلغ عدد العمال 50,000. كانت الحكومة قد قطعت خطوط الهاتف مع بقية بولندا خشية انتشار الإضراب، لكن الأوان كان قد فات. وشاعت أخبار إضراب غادانسك في كل أنحاء بولندا. في الكافيتيريا وضعت لجنة الإضراب لائحة مطالب وأعدت مناشير للعمال المضربين. على رأس اللائحة الحق في نقابات حرة ومستقلة والحق في الإضراب. كانت تلك حقوقاً لا سابق لها، وكان من الواضح أن النظام الشيوعي البولندي سيعارضها. يوم السبت تلقى مدير حوض السفن أوامر من رؤسائه في الحزب الشيوعي، وكان جاهزاً للشروع في المفاوضات. قدمت إدارة حوض السفن زيادة سخية في الأجور وظروف عمل أفضل، كل شيء عدا نقابات مستقلة. لكن عند التصويت ملأت الإدارة اللجنة بمسؤولين من الحزب. عندها قبل العمال الشروط وبدأوا يعودون إلى منازلهم. وإذ توجه الآلاف إلى البوابة ذكرتهم أن فالنتينوفيتش التي كانت قد طردت لكنها استعادت عملها بعد الاتفاق بأن تلك التسوية تخلت عن عمال آخرين انضموا إلى الإضراب. ماذا عن الذين دعمونا؟ كان هناك 40 مصنعاً. وماذا عن أولئك الأشخاص؟ لقد شعرت بالخجل واليأس، ولكن ماذا عسانا نفعل؟ هرعت ألينا بيانكوفسكا الممرضة إلى البوابة الرئيسية لتحاول إيقاف العمال. فاجتمع حشد صغير ليصغي إليها وهي تناشدهم البقاء. إن أردنا حقاً نقابات عمالية حرة، وإن أردنا أن يكون لنا أي نفوذ على الإدارة، فعلينا العمل بالتضامن مع الآخرين، ومعنى هذا أن نتابع الإضراب. كان الآلاف قد عادوا إلى منازلهم، لكن بضع مئات منهم اقتنعوا بحجة ألينا. أرادوا أن يبقوا خلال الليل كي يبقى الإضراب مستمراً. خلال تلك الليلة اتخذوا قراراً مصيرياً أن يشكلوا لجنة إضراب بين المصانع لتمثيل كل العمال في كل أنحاء بولندا. تلك اللجنة ضاعفت قوتهم 1,000 مرة وأسست قاعدة من قوة شعبية لم تشهدها بولندا الشيوعية من قبل. صباح الأحد أقام العمال قداساً كاثوليكياً داخل البوابة الرئيسية، واجتمع آلاف الناس في الخارج. زينت البوابة بالأزهار وبرسائل الدعم وبصورة للبابا وهو بولندي. كان عربون دعم غير متوقع للمضربين. لم أتوقع أبداً ردة فعل كهذه من سكان غادانسك ومواطنيها. لقد منحني ذلك الكثير من الشجاعة والطاقة للعمل، لأنني أدركت أننا قد نتمكن من تحقيق شيء ما. واشنيكي واشنيكي واشنيكي
كانت لجنة الإضراب بين المصانع قد نشرت وثيقة مؤلفة من 21 مطلباً، وكان ذلك قد شجع العمال في مدن أخرى. من بينهم كان كهربائي في 27 من العمر يعمل في مصنع قرب وورسو واسمه زبيغنييف بوياك. وفجأة علمنا بأخبار الإضراب في غدانسك، قرأنا المطالب 21. وكما نقول في بولندا، شعرنا حرفياً بأننا نمسك بيد الله. في الواقع شعرنا فجأة بأن لدينا بين أيدينا أداة، ولا بد أن تنتج ثماراً مدهشة في الواقع إن نحن لم نرتكب أي خطأ في ذلك الحين. لقد كوفئ المضربون الذين أمضوا نهاية الأسبوع في حوض السفن في غدانسك، إذ عاد 15,000 عامل للانضمام إلى الإضراب. انتظرت لجنة الإضراب ما بين المصانع رداً على المطالب 21، وخلال فترة الانتظار انضم المزيد من المصانع للإضراب، وسرعان ما حظوا بتأثير على نظام لم يكن قد سمح من قبل بوجود قوة منفصلة عن الحزب الشيوعي. في كل مكان حذى العمال حذو مثال غدانسك، وخفضوا الخطر عبر البقاء داخل أماكن العمل. لن نغادر البوابة، لأن من السهل جداً على السلطات أن تستفزنا، وحسب، وأن تشرك بعدها الشرطة والجيش. لذا أردنا تفادي هذا. كنا قد سمعنا عن نشاطات غاندي مثلاً، وسمعنا أيضاً عما فعله مارتن لوثر كينغ. عرفنا ما فعله كل هؤلاء، أي إنهم قد وصلوا في الواقع من طريق اللاعنف الذي اعتمدوه إلى النصر الأكيد. وبدأ الأسبوع الثاني. أصدر المضربون نشرة يومية واسمها تضامن، مستعدين بذلك لنضال طويل. يمكن القول إنه داخل حوض السفن كانت هناك حكومة بولندية ثانية، وكنا نمزح بذلك الشأن. كان لدينا وزير الاتصالات ووزير الشؤون الاجتماعية والأجور الذي كان يجمع المال. كان وزير المالية الذي كان يحتفظ بالمال الذي كنا نجمعه من الشركات القادمة إلى هنا. كذلك كان هناك وزير الأمن الذي كان مسؤولاً عن حراس الأمن والدفاع عن السياج والطعام. كان كل شيء يجري على ما يرام كساعة سويسرية. كان الصبر قد منحهم القوة، وفي اليوم التاسع كانت لجنة الإضراب ما بين المصانع تنطق باسم قرابة نصف مليون عامل في 370 مصنعاً من كل صناعة وكل منطقة في بولندا. وصل المفاوضون الحكوميون إلى حوض السفن، وبدأ أن نهاية الورطة كانت وشيكة. كان يرجي كولوجيسكي، وهو حاكم غدانسك، من ضمن الفريق المفاوض. كان بعض الناس يصفقون سعداء لأن السلطات وحاكم المقاطعة قد دخلوا حوض السفن استعداداً للمفاوضات. كان الآخرون يشتمونني ويطلقون علي أسماء سيئة. لم يكن هناك شك لدي بأنني سأكون كبش الفداء. طالب العمال بأن تبث كل المناقشات عبر مكبرات الصوت في حوض السفن. كان يجب أن يسمح لوسائل الإعلام البولندية بتغطية الإضراب والمحادثات. كان على الحكومة الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد 10 أيام من المماطلة. ارتد الأمر كله علينا. تبين أن المضربين استعملوا تلك الأيام العشرة لتقوية التنظيم، ولتقوية أيضاً لجنة الإضراب بين المصانع، ولإقناع الناس بأنه من دون هذه المفاوضات مع اللجنة من المستحيل وضع حد للنزاع. كان ميتشسلاف ياجيلسكي النائب الأول لرئيس وزراء بولندا في مواجهة للخ فالسا، وهو عامل كهرباء في 37 من العمر. كان ياجيلسكي معتاداً على الميكروفونات وآلات التصوير،
وفاليسا يصف نفسه بالعامل البسيط الذي يتبع قلبه. وصف النظام المضربين بالخونة، والآن يرسل نائب رئيس الوزراء للتفاوض معهم. كانت لجنة الإضراب حذرة وهي تعلم أنها لو بالغت في الضغط فستخسر اللعبة، وعندها يصبح التدخل السوفيتي العسكري احتمالاً واقعياً. لم يكن المفاوضون من أجل العمال على عجلة من أمرهم، فبعد أن اقتنصوا المبادرة رجعوا حرفياً المسألة المتعلقة بالنقابات المستقلة، واضعين جانباً طوق الحكومة للانتقال إلى مسائل أخرى. بنداً بنداً، لا يمكننا الجلوس لساعات وتنقيح كل مطلب. إذن ماذا ننتظر؟ لنأخذ ما لدينا ولنبدأ بسرعة بتطبيقه. يجب علينا أولاً ومنطقياً أن لا نستعجل الأمور. ما زال لدينا الوقت، أمامنا عطلة نهاية أسبوع، يومي السبت والأحد. يجب علينا أن نفعل الأمور كما يجب. كانت استراتيجية المضربين هي التالية: التوصل إلى اتفاق من أجل نقابات عمالية حرة، والبقية تتبع. قال فاليسا: سيدي رئيس الوزراء، دعنا لا نتكلم عن هذه الأمور، إنها تفاصيل. ما نحن بحاجة إليه هو نقابات عمال حرة. خلال حوالي أسبوعين من المحادثات، كان فاليسا يطلع العمال المضربين على ما يجري، وكان يسعى لتوافق الآراء بانفتاح لم يكن له مثيل بين الاتحادات الرسمية البولندية. وقد لاحظت الحكومة فعالية ذلك التضامن والانفتاح. لم يكن قد تم تنفيذ أي إضراب من قبل بمثل هذه الإرادة للنصر وهذا التماسك والاقتناع بأن علينا مغادرة هذه القاعة منتصرين. طبعاً لم يكن هذا اقتناع لجنة الإضراب بين المصانع وحسب، بل قناعة كل العمال الذين أحاطوا بنا وعشرات آلاف الأشخاص الذين أحاطوا بحوض السفن. كل ذلك أتى ثماره وقد جعلنا أكثر مرونة. هذا ما حصل. تركت المصانع التي تعطل العمل فيها ضغوطاً أفادت المضربين. في غدانسك أصبحت الآلات القيمة والسفن التي لم تجهز بعد رهينة في يدهم، وبدأ النظام تدريجاً بقبول تسوية للخلافات لأنه كان يريد متابعة الإنتاج مهما كلف الأمر. يوم الأحد في 31 من آب أغسطس كان هناك اتفاق جاهز للتوقيع. كانوا قد حصلوا على زيادة الأجور وأسبوع عمل من 5 أيام وقليل من الرقابة على الصحافة ونقابات عمالية حرة والحق في الإضراب. منذ اليوم الأول قلت إننا سنربح وربحنا، هذه هي الحقيقة المجردة. بعد التوقيع على تلك الاتفاقات أدركنا بسرعة أنها ليست سوى المرحلة الأولى، وأن السباق ضد الزمن وضد الساعة قد بدأ الآن، وأن الصراع التكتيكي والفكري الحقيقي مع الجهة الأخرى، أي مع الذين في السلطة، قد بدأ لتوه. كانوا يوقعون على الاتفاقات، لكنهم كانوا يريدون خرقها في أسرع وقت ممكن. وبدأ السباق مع الزمن بينما جال فاليسا وفالنتينوفيتش في البلاد للاحتفال بالنصر وتجنيد أعضاء جدد وإنشاء مئات من النقابات المحلية الفرعية. في غضون 4 أشهر زاد أعضاء حركة تضامن إلى 10 ملايين.
ولم يكن بوسع هذه الحركة المهتمة بوضوح برفاه الطبقة العاملة البولندية تفادي الواقع البديهي، فوجودها وحده يتحدى سلطة الحزب الشيوعي وهيمنته. كنت أشعر بأن الجانب الآخر يستعد منذ البداية لتسديد ضربة لنا، لكن حين كانوا يهمون بضرب 100 منظمة، كانت في الوقت ذاته تنشأ 1000 منظمة. حين كانوا مستعدين لضرب 1000 منظمة، لم تكن 1000، بل كانت تصبح 10,000، ولم يكونوا 100,000 عضو، بل 1,000,000، ولاحقاً 10 ملايين. كان يجب أن يزداد عددهم بسرعة وأن يصبح كافياً، حتى إن بدأ الهجوم المعاكس فسيكون من الصعب جداً تدمير التضامن. بدأ الناشطون في النقابات يتعرضون للمضايقة، وصحفهم تخضع للرقابة ومكاتبهم للهجومات. تلقى العمال الأوامر بالعمل يومي سبت في الشهر، وكان ذلك خرقاً واضحاً للاتفاق. وردت حركة تضامن. يوم الاثنين سأجعل البلد بكامله يثور، سأشعل إضراباً. سمعت ما يكفي، لقد سمعت ما يكفي. لو سمحت قل للسلطات إنني يوم الاثنين من المرجح أن أعطي أوامر لإطلاق إضراب عام. شكراً. القليل من الديمقراطية والقليل من الحرية الشخصية، يصعب القيام بذلك بطريقة متحضرة. في الواقع إن هذا صعب، هذا صعب جداً. بعد سنة على تأسيس الاتحاد، أعيد انتخاب فاليسا رئيساً له، لكن بنية حركة تضامن المنفتحة والديمقراطية جعلتها عرضة للمتطرفين وللمتسللين إلى داخلها. كان هناك بعض العملاء، وما زلنا نسمعهم على الأشرطة حتى اليوم، كانوا يصبون الزيت على النار، مطالبين بتنظيم تظاهرة في وارسو وجمع 100,000 شخص أو 200,000، وبعدها المباشرة بالقتال. كان من الواضح أنه لم يكن للسلطات حل آخر. كان عليهم إما أن يرضخوا للأمر الواقع وأن يجروا انتخابات ديمقراطية، أو أن يزجوا بنا في السجن. ليلة 11 من كانون الأول ديسمبر سنة 1981، دخلت السلطات عنوة خلال مؤتمر لقادة حركة تضامن الوطنيين، وأوقفت اللجنة التنفيذية في المقر نفسه. خلال اليومين التاليين أحاط الآلاف بالناشطين في حركة تضامن، وأعلن القانون العرفي في 13 من شهر كانون الأول ديسمبر. في تلك الفترة من الغليان الذي حصل حين هاجمونا، قلت ما يلي: في هذه اللحظة لقد خسرتم، ونحن من يفوز. لقد عززتم المسامير الأخيرة في نعشكم الشيوعي. كان القانون العرفي اعترافاً بأن النظام فقد تأييد الشعب. كان النظام يعتمد فقط على قوة الحظر، وبذلك فقد كل قدرته على الإقناع. بالرغم من أن الاتحاد كان محظوراً، إلا أن وهج الدعم الشعبي له لم يخف قط. أصبح التضامن حركة مقاومة غير عنيفة، ممتلئة بحس الوطنية البولندية. عاشت حركة تضامن التي انتزعت منها القيادة المركزية من خلال آلاف المنظمات الصغيرة التي لم يكن بالإمكان سحقها بسبب عددها الهائل. لقد وحدتهم الصحافة السرية بينما كانوا يقاومون ويتجاهلون سلطة الدولة. عرفت أن كانت تلك طريقتي في القتال. لست خائفاً، يمكنكم سجني ويمكنكم قتلي، لكن لا يمكنكم أن تهزموني. وهكذا سيستمر النضال، سيدوم وقتاً طويلاً وسيكون مكلفاً، لكننا سننتصر. لمدة 7 سنوات صنع القمع مظهر الاستقرار، لكن تحت السطح كانت الأساسات متزعزعة وفاسدة. في صيف سنة 88 انهار الاستقرار مع ارتفاع الأسعار وامتداد الطوابير على المؤن الغذائية وازدياد التقنين الذي شل البلاد.
ظهرت موجة جديدة من الإضرابات التي عجزت الحكومة عن السيطرة عليها. عرض النظام أن يعيد الشرعية لحركة تضامن إن قبل لغفاليسا بالمفاوضة لإنهاء الإضرابات. في غضون 3 أيام عادت البلاد للعمل، وأثبتت حركة تضامن أنها قوة فاعلة ومسؤولة. في شباط فبراير سنة 1989 بدأ التضامن والحكومة والحزب والكنيسة محادثات حول مستقبل بولندا. وبعد شهرين من المفاوضات وافقوا جميعاً على نقابات حرة وصحافة حرة وانتخابات نيابية. في حملة مدتها شهران كان مرشحو تضامن ذوي شعبية هائلة، لكن لم يتوقع منهم أحد إزاحة الحزب الشيوعي. في 4 حزيران يونيو سنة 1989 صوت البولنديون في أول انتخابات ديمقراطية منذ أكثر من 60 عاماً. تلك الليلة في الساحة خارج شقة لغفاليسا تم الاحتفال بالنصر. كانت حركة تضامن قد هزمت الحزب الشيوعي بفارق 10-1. لو فتحوا شقا صغيرا في تلك الأبواب المؤدية إلى الحرية، لو وضعت جزمة الطبقة العاملة في تلك الأبواب، وبهذا لن يتمكنوا من إغلاقها. في كل نهاية أسبوع كانوا يدفنون موتاهم. في السنة الأخيرة أصبحت أخبار الشبان السود الذين أردتهم الشرطة شائعة تماما كأخبار الطقس. سمي ذلك ثورة، فقد زاد ملايين السود في جنوب أفريقيا حدة نضالهم من أجل المساواة لوضع حد للتمييز المشرع واسمه الفصل العنصري. أصبحت القوى الأمنية عدائية في مناطق السود، وكانوا هدفاً استفزازياً للشبان الساخطين. حتى المشاهدون الأبرياء علقوا في حلقة العنف المتصاعد، والإصابات كانت كلها من طرف واحد. إثر مشاهد إراقة الدماء الصاعقة هذه تنظم جيل جديد من قادة المناطق ساعيا نحو وسائل فعالة للرد. في بورت إليزابيث كان مكيسالي جاك البالغ من العمر 27 سنة منظما منذ مراهقته. كان هناك إحباط في المنطقة حيال ما كان يحصل. كانت هناك مواجهة خطيرة بين الشبان والشرطة، فقد كان الشبان يقاتلون بأيديهم والشرطة تطلق النار عليهم بلا رحمة. فقلنا عندئذ لنفضح رجال الشرطة هؤلاء لما هم عليه، لننقل هذه المواجهة بعيدا عن مناطقنا وإلى منازلهم بالتحديد. على بعد ميلين لم يكن معظم البيض في بورت إليزابيث مدركين لواقع النزاع، ولم تكن الصحف التي يملكها البيض والتلفزيون الحكومي تنقل أخبار الاضطرابات الحاصلة في مناطق السود، لكن قلة من البيض انضموا إلى الحركة المناهضة للفصل العنصري. من بينهم كانت جانت تشيري الباحثة الاجتماعية الشابة، عضوا سريا في المؤتمر الوطني الأفريقي المحظور منذ كانت طالبة جامعية. كانت فكرتنا تقضي بنقل الصراع إلى مناطق البيض ليس بسبب أي حافز عنصري، بل لسبب آخر، وهو أن الحالة لا تصبح دقيقة
إلا إن أحدثنا وقعاً مدوياً خارج مناطق السود. وبدأ التحرك المدني للسود ينمو. سنة 1983 تم إنشاء الجبهة الديمقراطية المتحدة كمظلة وطنية لأكثر من 600 حركة مدنية ولجان شوارع ومجموعات كنائس وفرق رياضية وأندية نسائية. مع اتساع هذه المنظمة ونموها شيئا فشيئا، أصبح من الصعب جدا على القوى الأمنية أن تسحق أولئك الأشخاص، لأن مراكز المقاومة كبرت داخل المجتمع. ورويداً رويداً بدأ إدخال الجميع في النضال من أجل العدالة طبعاً، وهكذا بدأ يتضح لكل فرد دوره. في أيار مايو سنة 85 توجهت عدة نساء في أواسط العمر إلى قادة المنظمة المدنية للسود في بورت إليزابيث لاقتراح مقاطعة تجارة البيض. فمقاطعة المستهلك قادرة على تحقيق هدف مكيسالي جاك، ألا وهو الضغط على المجتمع الأبيض للمرة الأولى. لم يكن لمنظمي المقاطعة سوى أسابيع قليلة للإعداد، وكان يجب إقناع نصف مليون شخص بالتبضع داخل المناطق المخصصة للسود. خلال استعداداتنا كان علينا إقناع السود بتشجيع التجارة داخل مناطقهم، وكان علينا أن نقول لهم إننا نريدهم أن يخزنوا السلع الأساسية التي سنحتاج إليها في هذا الصراع الطويل والمرير الذي كنا سنواجهه. كانت الجنازات الأسبوعية هي اللقاءات العامة الوحيدة التي لم تكن تحظرها الحكومة، وكانت فرصتهم الوحيدة لجمع الدعم للمقاطعة. نريد حكومة، نريد حكومة مبنية على إرادة الشعب وأماله. قبل يومين من بدء المقاطعة كان مكيسالي جاك رجل الساعة. سأقول يمكنهم اقتيادنا إلى السجن. يوم الاثنين هو اليوم الحاسم. 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 لن نتسوق في البلدة يوم الاثنين. لن نشتري حتى علبة كبريت يوم الاثنين. يوم الاثنين هو اليوم الحاسم. بدأ ذلك الصباح كأي صباح آخر. لكن الفرق ظهر كبيراً عند العاشرة صباحاً. كان الطرف الشمالي مهجوراً، وهو غالباً ما كان يكتظ بالمتسوقين السود. أرسل المراقبون لمراقبة المقاطعة، وقالوا إن الالتزام بها كان 100%. كانت المقاطعة أحدث استراتيجية في انتفاضة بدأت منذ 10 أشهر، لكن في غضون 5 أيام فقط ثبت أنها السلاح الأكثر فاعلية، وبدأت تنتشر في كل مكان. كانت تهديداً حقيقياً لنظام الفصل العنصري. ما عاد بالإمكان السماح بما يحصل. قررت الحكومة بناء على مرسوم الأمن العام، المرسوم الثالث لسنة 1953، قررت إعلان حالة طوارئ في المقاطعات التالية: بورت إليزابيث، ألباني، يوتنايك، كرادوك، بيدفورد، سومرست، أدلايد. احتل جيش جنوب أفريقيا مناطق السود. منع التنقل وفرض حظر التجوال ليل نهار. اعتقل المئات. عزل الشبان وقاسوا التعذيب، لكن القمع لم يخفف قوة المقاطعة. لم تنجح القوى الأمنية في جمع القادة، فقد كان معظمهم مجهولي الهوية خارج أحيائهم، متفرقين بين عشرات لجان الشوارع والمنظمات المدنية. إن أعلنوا حالة طوارئ فهذا لأنهم أصيبوا بالهلع لازدياد فعاليتنا.
كانوا يشعرون بقدومنا، كانوا يشعرون بقدومنا. أجل، إذن بالنسبة إلينا أظهرت حال الطوارئ أنه لزم تطبيق الإجراءات الاستثنائية لإبقاء الفصل العنصري حياً. عندها علمنا أننا وضعنا الفصل العنصري في أزمة، وكنا هناك، كنا هناك لنعطي الأمر كل الدعم اللازم. في الأسابيع الثلاثة الأولى بدأت المتاجر تغلق أبوابها. أتصدقون هذا؟ كان احتفالاً بالنصر. حين سمعنا أن متجراً يقفل كنا نحتفل، وبعدها بدأت المتاجر الأخرى أيضاً تحذو حذوها، وهذا ما أفرحنا. أراد مكيسالي جاك الاختباء كي لا يعتقلوه. كان يتنقل من منزل لآخر ويستشير لجنة المقاطعة حول كيفية استغلال نجاحهم. أضافوا شروطاً جديدة للمطالب التي اشترطوا تنفيذها لرفع المقاطعة. كانت مطالبنا ملموسة، كانت مطالب متعلقة بأمور بسيطة إن نظرنا إليها اليوم، مثل فتح مرافق أو منشآت عامة لكل الأعراق، وإخراج الجنود من مناطق السود، وتوفير ما لم يكن متوافراً، ووضع حد للتمييز في أماكن العمل إلى ما هنالك. وفي ذلك الوقت كانت هناك مطالب طويلة الأمد، مثل حرية نيلسون مانديلا، لكنه مطلب لم يكن يلقي التشجيع من المجتمع باعتبار أنه بعيد المنال، وهو مطلب مستحيل أيضاً. انتظرنا إلى أن دخل الألم إلى العظام، وإلا فما كانت فائدة الإضراب؟ انتظرنا وأخذنا وقتنا، لأننا لم نكن نخسر شيئاً، كانوا يخسرون المال. في النهاية قبلت غرفة التجارة بالتفاوض معنا. كنا نتعاطف مع معظم المطالب التي عرضوها أمامنا. بعد الاجتماع مع جاك وقادة المقاطعة، تكلم مدير غرفة التجارة مع الصحفيين. هناك مطالب يمكننا تحقيقها بشكل مباشر، وهناك مطالب أخرى يجب أن تبحث الحكومة فيها. كان جاك قائداً مشهوراً للشباب لسنوات طويلة، والآن قد جعله دوره كناطق باسم المقاطعة خطراً حقيقياً على النظام. كان مثيراً للمشاكل، ناشطاً بكل ما للكلمة من معنى. كان العقيد لورنس دوبليسيس رئيس الاستخبارات العسكرية في مقاطعة إيسترن كيب. إنهم لا يرتكبون جريمة. كما قلت من قبل، ليست جريمة إن كانوا لا يريدون الشراء من الناس، لكنه تحرك جماعي. لا يمكننا إطلاق النار عليهم واعتقالهم جميعاً، كانت حركة فعالة. غاندي هو الذي بدأ ذلك، إنها المقاومة السلبية. حين أدركت القوى الأمنية أن المقاطعة لا تفك، قرروا التحرك. وليلة الثاني من آب أغسطس، تم اعتقال مكيسالي جاك وقادة المقاطعة، وأخذوا إلى سجن سانت أولبنز. قررت الحكومة زج الجميع في السجن، وتتذكرون أن حوالي 30,000 شخص زجوا في السجون إثر حال الطوارئ سنة 1985. عندما تتم تنحية القادة، تزداد حالة اليأس، وقد تعم الفوضى أكثر، وهذا ما فعلته الدولة في جنوب أفريقيا. بدأت ردات فعل الشبان الغاضبين تعرض الحركة للخطر. من بين الشجعان القلائل الذين حذروا من وجود الخطر، أسقف من جنوب أفريقيا. لماذا نشوه سمعة قضيتنا عبر استعمال وسائل ولو استعملت ضدنا لعرضناها؟ أنتم وأنا يجب أن نكون من يمشي ورأسه مرفوع. We will say we use methods.
سنقول إننا استعملنا وسائل يمكنها أن تصمد في وجه قسوة التاريخ وظلمه. عبر سجن موكيسالي جاك وزملائه كان النظام يحول دون المفاوضات التي قد تنهي المقاطعة المجمدة للوضع. في أيلول سبتمبر كان تجار بورت إليزابيث يائسين، وسرعان ما أصبح لجاك حلفاء أقوياء من البيض. كان رجل أعمال يبحث عن هؤلاء الذين وصفوا بقطاع الطرق واللصوص، والآن يقول رجل الأعمال نفسه إن لهؤلاء القادة مظالم محقة، فلو ارتكبوا جرائم لكان يجب إحضارهم إلى المحكمة ومحاكمتهم وإظهار إدانتهم أو براءتهم. لا تضعوهم في السجن هكذا. دخلت المقاطعة شهرها الرابع. كان آلاف السود لا يزالون يأتون إلى وظائفهم في المتاجر التي يملكها البيض، لكنهم لم يشتروا شيئاً. كان رجال الأعمال البيض يفاوضون على صفقة. تعلق المقاطعة إن استطاع رجال الأعمال تدبر أمر إطلاق سراح القادة السود. لم نكن ننوي معاداة هؤلاء البيض، لكننا كنا نريد أن نجعلهم يفهمون وجهة نظرنا طبعا. فحين كنا سنوقف المقاطعة كنا سنحصل على هدفين، فقد كان الضغط على أتباعنا للذهاب والتبضع من أجل العيد سيؤدي إلى تفسخ ضمن صفوفنا. لذا ضربنا عصفورين بحجر واحد، أنقذنا أولئك الأشخاص وحافظنا على وحدتنا للنضال التالي. عاد موسم التبضع للميلاد إلى طبيعته، بينما استهل رجال الأعمال مفاوضات جادة مع لجنة المقاطعة. كان مكيسالي جاك وزملاؤه قد حددوا مهلة نهائية، إن لم تلب مطالبهم قبل 31 من أذار مارس فسيعيدون فرض المقاطعة. كان نجاحهم القصير قد مد السود في بورت إليزابيث بثقة بالنفس، فقد كان قادتهم أطلقوا من السجن والجنود انسحبوا. لكن مع اقتراب المهلة النهائية وفي غياب التقدم حول المطالب السياسية الهامة، أعدوا لمقاطعة جديدة. وبشكل غير متوقع، في 11 من آذار مارس أدانت الحكومة قائدين مدنيين، أحدهما كان مكيسالي جاك، وكان الأمر بالإدانة شكلاً من الإقامة الجبرية، ما أدى إلى تعثر المفاوضات. في تلك المرحلة بدأ الضغط الدولي يتصاعد، وبدأوا يقولون إن هذا ما عاد فصلاً عنصرياً بل فاشية حقيقية، لأن كل الصحف منعت من الظهور وأدين كل الأفراد. وإن كنتم تتذكرون بدأت الشركات الكبرى ترحل، كان ذلك محرجاً. كان فرض العقوبات الاقتصادية على جنوب أفريقيا يناقش في الولايات المتحدة وأوروبا. كانت معظم الحكومات معارضة لها، قائلة إن العقوبات التي تفرضها الدولة قد تؤذي الأفراد أكثر من الحكومة. لكن عندها، بينما طلب السود في جنوب أفريقيا من الحكومات الغربية فرض عقوبات، بدأت الشركات الكبرى تغادر، وفي طليعتها AT&T، IBM، GE، فورد، جنرال موتورز، وكوكاكولا. في 22 من آذار مارس رفعت المحكمة العليا الحظر عن مكيسالي جاك، قائلة إن الحكومة قدمت أسباباً غير كافية. أعطى نصر دفاعاً للحركة قبل 9 أيام من موعد المقاطعة الجديدة. مزق جاك الأوامر بإدانته مستعملاً الاحتفال لتوثيق عرى التضامن الذي كانوا سيحتاجون إليه في الأسابيع التالية. نحن واثقون من أننا سنجعل بوتا يستسلم. ستكون قدرتنا الشرائية، المفتاح الذي سيقرر المستقبل والذي سيقرر مصيرنا في هذه البلاد. من الواضح أنه اعتبارا من الأول من نيسان لن نشتري حتى العلك في هذه المدينة.
بدأت المقاطعة واستمرت 9 أسابيع، وبعدها كانت الصدمة. جالت القوى الأمنية في مناطق السود معتقلة الآلاف. كانت الحكومة قد فرضت سراً حال طوارئ. طوال ساعات هاجم رجال الشرطة مكاتب منظمات السود ونقابات العمال والجبهة الديمقراطية المتحدة ومجلس الكنائس في جنوب أفريقيا، فاعتقلوا الأفراد وصادروا الوثائق. جرى تفريق المتظاهرين في مباني البرلمان واعتقالهم. بعد 16 ساعة على بدء أعمال القمع، تحدث الرئيس بوتا في البرلمان وتلا تقارير من الاستخبارات حول خطر الثورة المسلحة من قبل المؤتمر الوطني الأفريقي والحزب الشيوعي. تسيطر على هؤلاء الثوار عصبة متحكمة تذكرنا بالأنظمة الماركسية التي يهمها فقط الاستيلاء على السلطة بواسطة العنف. ليس من الممكن بالنسبة إلى الأغلبية الواعية أن تتابع البحث عن حل سلمي وديمقراطي. كانت حالة الطوارئ الثانية في أقل من سنة. تجددت حال الطوارئ كل سنة لمدة 3 سنوات، وكان ذلك اعترافاً بأن القمع أصبح وظيفة الدولة الأولى. لقد استطاعوا كبت القوى المناهضة للفصل العنصري، لكنهم لم يدمروها. لم يسقطوا الحكومة، لكن التحرك الجماعي المرتكز على اللاعنف حطم شرعيتها. ما عاد نظام الفصل العنصري قادراً على الاستمرار. انتقلت القوة إلى مجتمعات السود ومنظماتهم الاجتماعية، وكانت نهاية الفصل العنصري وشيكة. لم يكن هناك موقف مبدئي تجاه استعمال العنف، وقد ظهر جليا أن المؤتمر الوطني الأفريقي يقود نزاعا مسلحا، لكن في الواقع كانت نشاطات الجبهة الديمقراطية المتحدة وتنظيمها هي ما أحدث التغيير في جنوب أفريقيا. كان التنظيم الجماعي هو ما ضغط على الدولة لإحداث التغيير، وهو ما أحدث الأزمة والمأزقة، بحيث أصبح النظام عاجزاً عن الرد. أنظار العالم شاخصة الآن نحو كل سكان جنوب أفريقيا. أصبح فريدريك دوكليرك رئيساً في أواخر سنة 89 بعد أن أجبر بوتا على الاستقالة. تحرك دوكليرك بسرعة، رافعاً الحظر عن المنظمات السياسية وآمراً بإطلاق سراح نيلسون مانديلا الذي كان قد سجن مدة 27 عاماً. كان مانديلا قد رفض التخلي عن الصراع المسلح، ما أدى إلى إطالة سنوات سجنه. خلال ذلك الوقت كانت السلبية التي سمحت بوجود الفصل العنصري قد طغت عليها روح مجتمع مدني واثق من نفسه. لم يحقق الصراع المسلح نتيجة برأيي. الناس هم الذين أحدثوا النتيجة، إضافة إلى الضغوط من الخارج. هذا هو في النهاية ما أوضح الأمور، وقد فهم الناس أنه لا يمكن الاستمرار هكذا، لهذا فعل دوكليرك ما فعله. سنة 93 تشارك نيلسون مانديلا وفريدريك دوكليرك جائزة نوبل للسلام لتوصلهما إلى دستور يضمن حقوقا متساوية لكل سكان جنوب أفريقيا. وسرعان ما تنافسا في أول انتخابات ديمقراطية في جنوب أفريقيا. Asking for peace in the rest of the country.
لم يكونوا قد صوتوا في حياتهم، ولا آباؤهم ولا أجدادهم من قبلهم. في تلك المرحلة الساخنة والصعبة، كان النضال ضد الفصل العنصري وضد العنصرية في جنوب أفريقيا غير عنيف. لقد استلهمنا مما حصل في الهند وبولونيا من حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، ومما حصل في الفلبين. أظن أن الناس قد يقولون إن الأسلحة هي أكثر ما يخشاه الحاكم الدكتاتوري أو الطاغية، وهم مقتنعون، لكن هذا خطأ. المهم أن يقرر الناس أنهم يريدون أن يكونوا أحراراً. عندما يقررون هذا، عندما يصممون على ذلك، فلن يقف شيء في طريقهم.